بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه مهدا مازال القران يغذينا ومازال القران يبنينا في شهر القران وفي شهر الصيام وفي شهر المحبه وفي شهر الخيرات وازاي كمان في الشهر دات ما نكونش مهتمين بالعلاقات وعشان كده احنا ابتدينا من حلقتين نتكلم عن الملف الرابع من ملفات بناء القران لنا بعد ما اتكلمنا عن ملف بناء الذات ثم بناء الاسره ثم بناء العمل والان بنتكلم عن بناء العلاقات واتكلمنا على اول لبنه كانت في بناء العلاقات وكانت لبنه التقبل وكانت اللبنه الثانيه بعد كده وكانت قيمه اساسيه مساله التقبل دي هي ده المفتاح وده الباب اللي بيتفتح والقران علمنا ان ده الباب اللي بيتفتح عشان نقدر ندخل فيه على العلاقات وكان الباب الثاني بدل خلاص دخلنا ساحة العلاقات لازم كلنا نكون على قدم المساواة فلازم العلاقات تبني على السواسية النهاردة بقى وإحنا في في الجزء الـ 18 هنشوف القرآن بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا حاجة مهمة جدا قيمة مهمة جدا العلاقات من غيرها تضيع العلاقات من غيرها لا تستمر هو ده اللي بيخلي العلاقات عافية هي ده اللي بيخلي العلاقات قوية هي اللي بيخلي العلاقات متماسكة هو اللي بيخلي العلاقات تدوم حاجة مهمة جدا جدا ولو اختل ولو اختلت القيمه دي في العلاقات العلاقات دي تفسد. النهارده بنتكلم عن قيمه مهمه في بناء العلاقات بيعلمها لنا القران الكريم وهي قيمه انا حبيت اسميها التشاركيه، اللي هو التشارك ما بين الناس في العلاقه الواحده، فطالما احنا متساويين يبقى لازم نتشارك، يعني ايه لازم نتشارك؟ نلاقي الجزء ال من في القرآن الكريم في الآية رقم 62 من سورة النور، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وبينبهنا إلى مسألة التشاركية في العلاقات، فيقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذا بدل هم في أمر جامع يبقى لازم يكونوا مع بعض. لازم يشاوروا رسول الله، ولازم يستأذنوا منه قبل ما يتحركوا، يستأذنوا ليه؟ لأن العلاقة قائمة على المشاركة، وكل علاقة العلاقات بالأساس لازم يبقى لها أصول وأس.. وأس.. وأسس ونمشي عليها، وما ينفعش يبقى واحد ماشي مع واحد مع حد في علاقة وفي لحظة كده يطلع في دماغه فيقول لشريكه خلاص نفضها السيرة وروح واخد بعضه وماشي وسايبه. ونسيب شريكه يغرق وما يف... ما يسالش فيه، لا دي مش علاقه، دي توريطه. يبقى ما فيش علاقه بتتبني بمجهود شخص واحد فالعلاقه في لازم فيها ايدين، دايما بقولهم العلاقه عامله زي الكيان، لازم يحتاج الى ايدين يمسكوا في تفاصيل العلاقه دي عشان العلاقه تكون قويه والعلاقه تكون عافيه، ما تكونش العلاقه فيها اي نوع من انواع العجز. اي حد ما بيشاركش في العلاقه يبقى العلاقه دي تبقى العلاقه دي عاجزه. فالعلاقه لابد ان اطرافها يتشاركوا في بنائها من اول خالص في بنائها وفي تنميتها لازم يتشاركوا من اول لحظه عشان العلاقه تكون عافيه في بناء العلاقات وفي تنميتها وفي صيانتها بعض الناس في العلاقات بتشوف حقوقها هي وبس وتفضل تقول مثلا لزميلها انت ما سالتش عني يتحول بقى زي ما بيقولوا كده الى خاله اللوامه فيقول له انت ما سالتش عني لما غبت طب هل طب انت هل هل انت سالت عليه؟ يعني انت بتقول له انت ما سالتش عليه لما هل انت سالت عليه لما كان عيان؟ هل انت سالت عليه لما كان هو مشغول ولا كان مكتئب ولا كان زعلان؟ لا ما سالتش زي الجيران برضو الجيران مع بعض يجي جار مثلا مع الجيره دي علاقه برضه عشان بس ما حدش يفهم ان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان الجيره علاقه وعلاقه قويه جدا جدا لدرجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه ويجي تيجي مثلا جاره دايما تقول ايه؟ بتراعي إيه انتوا ما بتراعوش ليه نظافه السلم؟ بتقول لجيراننا انتوا ما بتراعوش ليه نظافه السلم؟ وسايبة اولادها طول النهار والليل أصوات عاليه ولا هي بتراعي جيرانها. يبقى ايه اللي بيحصل ده؟ يبقى هل دي علاقه؟ ما العلاقه عباره عن شيء تشاركي. نفس الكلام ده بيقع في الاسره. الزوج دايما يقول لزوجته لي انت ليه ما بتهتميش بيا؟ انت ليه انا ما بشوفكيش حريصه على انك انت تعرفي تفاصيلي. وهي تقول له أنت ليه دايماً ما بتاخدش بالك من أي حاجة بعملها جديدة؟ العلاقة لازم تكون تشاركية يا جماعة، بدل ما تلوم الشخص أنت حاول تبتدي أنت عشان تتشاركه. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم نموذج إنساني بيعلمنا التشاركية في كل حاجة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يسافر مع أصحابه في سفرة يحتاجوا ياكلوا فيذبحوا شاه فالصحابة يبتدوا يوزعوا الأعمال عليهم وكأن هم مش هيخلوا رسول الله يعمل حاجة فواحد يقول أنا أذبح الشاة واحد قال أنا 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 أطبخ واحد راح واحد قال أنا أسلخ بعد ما قال أذبح قال أنا أسلخ واحد قال أنا كمان هطبخها راح رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان العلاقة تشاركية بس ده حضرة النبي لكن حضرة النبي بيعلمنا إحنا المبادئ الأساسية في العلاقات فرسول الله يقول وأنا كمان أشارك معكم وأنا أجمع الحطب مع إن جمع الحطب ده أقل عمل من الأعمال دي بس الرسول الله عايز يعلمنا ان فيش مشاركه بتكون ادنى من مشاركه ثانيه فعلمنا ان الكل صلى الله عليه وسلم علمنا ان الكل لازم يشارك كمان من المشاركه كمان مشاركه الناس في احزانهم وهمومهم ومحدش يتفه من هموم الناس ولا من احزان الناس وما يسخرش منهم ويكون قصده قال ايه ان هو لما بيسخر من احزانهم ولا من همومهم وهو كده بيخفف عنه عنهم الحقيقه لا ومش معنى على فكره انا مش معنى ان احنا بنقول ان انت تشاركهم احزانهم ان انت تفضل تتهالك وتفضل تحزن وتفضل تكتئب لا في فرق ان انت تشاركهم يعني تحترم احزانهم وتعتبر ان احزانهم ديت مساله محترمه مقدره وساعات تبقى مقدسه ما تجيش جنبها وما تشوههاش فحضره النبي علمنا ان احنا نشارك كل الناس لدرجه ان هو صفح. حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب يعلمنا مبدا يعلمنا المبدا الى نهايته في النبي علمنا مشاركه الاخرين احزانهم عشان العلاقه تكون دايما علاقه قويه يعمل الكلام ده حتى مع الاطفال مره رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ان طفل بيحب عصفور وعنده عصفور فيروح للعصفور فيروح حضره النبي صلى الله عليه وسلم العصفور مات فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للطفل الصغير وهو بيواسيه وبيقدر احزانه تخيل لما رسول الله يكلمه عن عصفوره فيقول له يا ابا عمير ما فعل النغير فهذا الطفل خلاص بقى رسول الله مرقبه بلقب فازاي اللقب ده يخليه يخرج من احزانه ولعل اكبر لما تيجي تسالني طب هو ايه اكبر حاجه ممكن تكون بتمنعنا من التشاركيه في في العلاقات بتاعتنا ما احنا بنحب ان احنا العلاقات تبقى كويسه اه بس في حاجه بتغلب علينا في حاجه من غير ما ندرى وخاصه في العصر اللي احنا فيه ده سمات العصر ديت فيه سبع سمات انا كلمتكم عنها بس في سمه بالذات بتمنع التشاركيه وهي سمه الفردانيه الفردانيه زادت عندنا الفردانيه بتخلي الناس كل واحد شايف ان هو اهم حاجه نفسه ومش مهم الاخرين ومش لازم يبذل مجهود عشان الاخرين تكون يكونوا مستريحين في العلاقه دي ولا ان هو يشاركهم وفاكر ان هو بكده بيريح نفسه وبيريح دماغه وهم كل واحد بقى يراعي نفسه وانا مش هتعب نفسي علشانهم هو فاكر كده ان هو في العلاقه هو كده ارتاح وممكن على فكره يبرر ده لنفسه ويقول اصل الناس بقى وحشين وانا مش عايز مشاكل وانا مش عايز صداع وخليني كده احسن في حالي وكل واحد يبقى ايه ينام على الجنب اللي يريحه مين قال ان الراحه تيجي بالانعزال عن الناس والاقتصار عنهم والفردانيه الحقيقه ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن القوي بين الرجل الحقيقي اللي بيخالط الناس وبيصبر على اذاهم زي ما حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال. يا ساده احنا لازم نفهم حاجه مهمه جدا ان التشاركيه عارف التشاركيه بتعمل ايه؟ هي الدماء اللي بتجري في العلاقه لان لو ما فيش تشاركيه هتحس كده ان العلاقه وكانها حصل لها تصلب في الشرايين. الدم اللي بيجري في العلاقه ان كل واحد فينا يقدم قيمه اضافيه عارفه التشاركيه معناها ايه ان كل واحد حاسس ان هو قيمه اضافيه في العلاقه لما تتوقف احد الايدين عن العمل اكيد الايد دي اسمها اليسار عشان بتيسر على اليمين والايد دي اسمها اليمين لانها هي اليمن اللي بتخلي اليسار حاسه ان هي في سبب من اسباب السعاده لما دي الايد اليمين بتضيف لها لازم نعيش هذه التشاركيه ايه بقى اللي يخلينا نحس ان 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 التشاركيه قيم اضافيه في حياتنا وكمان في علاقاتنا احنا عايزين كل يوم في رمضان نتصل بحد من اصحابنا اه نسينا نسينا مع السوشيال ميديا ان احنا نتصل بالناس ونعيد على الناس ونصبح على الناس ونقول للناس ازيكم ورمضان جه بسرعه والناس لما تحس ان هي بتتشارك في ده الناس بتحس ان هم لسه في دم بيجري في قلوبهم الناس كتيرة بتحس إن حياتهم بقت جافة وبقت باردة لأن هي في الحقيقة مفيش حد بيشاركهم. تعالوا نعمل نرجع مرة تانية نرجع مرة تانية نتصل بحد كل يوم من أصحابنا من زمايلنا من أهلنا من جيراننا ونسأل عنه إيه؟ نتفقد أحواله. عارف التفقد أحواله ده هيخليه هيخلي العلاقة مش الماية ترجع من المجاريها هيخلي الدم يجري تاني في العلاقة. لازم حد يحرك الماء الراكد. حرك الماء الراكد والمشاركه هتيجي مره ثانيه، ما تجيش تقعد تتعلل تقول ما هم كمان ما بيشاركوش، ابتدي انت وشارك واتصل بيهم، اتصل بناس كثيره انت كنت ماجل الاتصال بيهم او او, أو حصل لك غفله عن الاتصال بيهم او ناس الاتصال بيهم كمان العلاقه هترجع تتجدد مره ثانيه. وعشان كده كمان ممكن تضم لده ان انت تخصص يوم في الاسبوع لعمل خدمه للاشخاص اللي في دواير معارفك. اللي في دايره الاسره اللي في دايره الاصحاب اللي في دايره الاهل والعائله ده يخلي كمان في نشاط ويخلي الكلام ده ويا ريت لما تيجي تعمل الخدمه كمان تتحول بعد كده الخدمه الى عمل مشترك يا سلام هتبقى الحاجه مهمه جدا وده الاجراء الثالث اللي انت ممكن تعمله ان انت تدور على الاعمال المشتركه اللي تعمل تشاركيه في العلاقه كل مع كل ما بين اتبنت العلاقة على أعمال مشتركة كل ما التشاركية زادت في العلاقة وكل ما العلاقة اتمتنت أكتر فعليك أن أنت كمان في الإجراء الثالث أن أنت تدور على الأعمال المشتركة وتعملها مع أهل بيتك زي ما حضره النبي صلى الله عليه وسلم دور على الأعمال المشتركة بينه وبين السيدة عائشة ويتسابق معها ودور على الأعمال المشتركة معها كمان وكان بيسمع منها القصص عن الحل المشكلات الأسرية والكلام عن أنماط الزيجات اللي موجودة زي ما كان في حديث أم زرع وأبي زرع كمان مهم جدا جدا في إجراء رابع ومهم جدا أن أنت تصدق بنية أن ربنا سبحانه وتعالى أنك تصدق بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك تقصيرك فيما مضى في علاقاتك التصدق يخليك أنت حاسس أن علاقاتك بتتجدد إحنا عايزين يا سادة علاقاتنا تبقى علاقات متينة علاقات في الحقيقة ما نحسش فيها بالحول والقوة على فكرة أنت لما بتشارك الناس في علاقاتك وعلاقة تتبني على التشاركية أنت بتحس بمدد ربنا لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول على على لسان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثالث الشريكين عارف يعني إيه؟ كل ما كنت عايز العلاقة دي تكون محل نظر الله سبحانه وتعالى تشارك كل ما تكون أنت عايز العلاقة تكون امتن ومغزوله بخيوط من نور تشارك كل ما تتشارك كل ما تحس بالبركه كل ما تحس بالفتح كل ما تحس بحياتك بيسري فيها مش دم بيسري فيها نور وبيسري فيها بركه من عند الغفور سبحانه وتعالى يلا نتشارك عشان نحس بالبركه ونحس بالنور ونحس بالرحمه بعد الفاصل نكمل كلامنا عن التشاركيه وكمان نتلقى اسئلتكم المباركه عشان نتشارك معاكم علاقه وهي مجلس العلم المبارك اللي ما ينفعش يكون نوره وبركته من غير اسئلتكم المباركه بس ده كله هيكون بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحه برنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه اسئلتكم المباركه ويفضل الجسم ممدود بينا وتفضل مجالس العلم مباركه ويزداد اجرها في الشهر المبارك شهر رمضان اللي احنا عايشين فيه مع القران الكريم وعايشين مع الجزء ال 18 واحنا بنتكلم عن صفه من اهم الصفات وقيمه من اهم القيمات اللي بيبنيها فينا القران وهو بيبني علاقتنا العلاقات المنوره اللي ما فيهاش علاقات مسمومة لكن علاقات كلها علاقات سعادة وعلاقات رحمة وعلاقات مودة وعلاقات فتح وعلاقات مليئة بأسرار الله سبحانه وتعالى اللي بيبند بيها خلقه كنا مع قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وقلنا أن القيمة هنا هي قيمة التشاركية وقيمة التشاركية عشان ننميها في نفسنا لازم لازم نرجع تاني نتصل ببعض، نرجع تاني نتصل ببعض ونطمئن على بعض بعد بعد ما السوشيال ميديا أخذت حياتنا كلها وحولتها إلى حياة افتراضية، نرجع تاني نتصل ببعض ونطمئن على بعض، ويا سلام لما حد فينا يحس إن في حد مد إيده هو كمان هيكون مد إيده ونتشابك وكمان نحس ساعتها بالدفء ونحس كمان بجمال العلاقة. تاني حاجة ببساطة خالص تعالوا نتعود إن احنا مع بعض نعمل نخصص يوم نخدم فيه الدوائر المختلفة من في حياتنا دائرة الأسرة دائرة العائلة دائرة الأحبة والإجراء الثالث يا ببساطة خالص نجتمع على أعمال مشتركة ونكترها زي ما حضرت النبي كان بيجتمع مع السيدة عائشة على أعمال مشتركة فبتزود التشاركية وبتزود القرب بين الناس ويريد في النهايه نتصدق بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا تقصيرنا ونتصدق بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا افاق العلاقات ويطيب خواطر الناس اللي احنا محتاجين ان احنا يحسوا بان احنا بنشاركهم احتياجاتهم وبنشاركهم كمان احزانهم وبنشاركهم كمان افراحهم ده كله لان الصدقه على فكره مش لازم تكون على الفقير بس ممكن الصدقه تكون على حبيب كمان انا بجامله في في حالة من الحالات اللي هو بيمر بيها حالة فرح حالة حزن وأنا بكمله فيها وتكون دي صدقة فتحس يحس بالتشارك معه وتبتدي العلاقة ترجع تاني وتتنور وتتألق ببركة الصدقة المباركة اللي هي محل نظر الله سبحانه وتعالى وتعالوا نبتدي نسمع أسئلتنا ونتشارك معكم كمال مجلس العلم ونسمع أول سؤال من الأستاذ حنفي من الأليوبية أستاذ حنفي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيب وبصحه وبسلام ربنا يخليك انا ليا امنيه وسؤال ودعاء ثلاثه يبقى امنيه وسؤال ودعاء اتفضل أمنيتي, امنيتي ان سعادتك السنه دي ترفع عليك خدت وقفه عرفات يا رب انا دي امنيتي واسلم على سعادتك دي امنيتي يا رب آه السؤال أنا مطلع مراتي بقالي 10 سنين عندي أربع رجالة اتنين ما شاء الله متجوزين واتنين مش متجوزين بعد بعد إيه جواز؟ بعد قد إيه جواز عشان أعرف بس سنهم كام؟ آه لا معدين ال 30 طيب قول لي بقى آه هل أدفع لهم زي هو ومراتي؟ هم عايشين معاك ولا مش عايشين معاك؟ عايشين بس هم لوحدهم وأنا لوحدي هم لوحدهم وهم لوحدك يعني إيه بتس... هم بيصرفوا على نفسهم وأنت بتصرف على نفسك ولا إيه آه بس بيحس... اه بس انتوا عايشين في بيت واحد شقة واحدة شقه واحده بس هم كبروا بيصرفوا على نفسهم اه هم خصمني وهم وموهم خلي خليهم خاصمني دي على جنب لكن هم بيصرفوا على نفسهم ها بيصرفوا على مش عارف عنهم عشان حاجة. انا واخد على خاطري شوف انت اتمنىت لي امنيه حلوه ازاي وانا اتمنى لك امنيه حلوه ان انت تبتدي تشاركهم وخيرهم الذي يبدا بالسلام ما تمدي ايدك يا حاج حاضر يا حاج حاضر يا دكتور وادعي لك يا رب يا رب وفق الحاج حنفي اللي الدعاء مش هم بعد اذنك استنى طيب انا بدعي لك انت دلوقتي يا رب وفق طيب. الحج الحاج حنفي الى اصلاح ذات البين والنهارده تبقى ليله سعاده وهنا ويرجع وترجع المحبه والموده بينه وبين اولاده ان شاء الله الايام ما غابتش ان شاء الله بس اللي انا عايزك تدعو لي عشان دعاء جميل كده آه. لمستر محمد حنفي ابو مازن واحمد ومروان آه. وسيادة المستشار أحمد حنفي أبو بدة والودي طيب ربنا ان شاء الله يفتح يعني عليهم دول مخليني باشا طيب ربنا يفتح عليهم ويبارك لك فيهم ويزيد عليهم ويوسع ارزاقهم ويبارك لك وان شاء الله يجعلهم في خير حال ويرزقكم رزق الابرار ان شاء الله وينور قلوبهم ويجعلكم دايما في اسره سعيده في هنا وفي رحمه وفي موده وبركه على الدوام يا رب العالمين. نروح للاستاذه دينا من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ نعم وفضل الحمد لله دايما يا رب انا بقالي كذا سنه تعبانه سلامات ورحت ال... ورحت تعبانه مش عارفه قلبي كده وجعاني بس كل ما اروح عند دكتور يقول لي ما عندكيش اي حاجه طيب دي دي حاله نفسيه رحت لدكتور نفسي انا بقالي ثلاث سنين من جوزة وما اولاد بس انا مش بسبب الاولاد ولا اي حاجه مم. ورحت رحت لدكاتره كتير وعملت رسم قلب واشعاعات وكده قالوا لي ما فيش حاجه فرحت قالولي لي روحي لدكتور نفسي رحت لدكتور نفسي اداني عليك تعبني اكتر على طول عندي وسواس ان انا هموت وان انا مش هعمل يعني تعبانه جدا جدا ما بنامش وقلبي على طول بيدق جامد 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 وما بنامش خالص وهقول اموت ولدرجه ان انا كنت واقفه على الطلاق بسبب الموضوع ده طيب تعالى اقول لك شويه حاجات طب انت شفت قالوا ما عندكيش اي حاجه هو ده اللي مضايقني ان انا كل ما اروح لدكتور يقول لي ما عندكيش حاجه دي حاله نفسيه دي ح... طب من ايه الحاله النفسيه ما هو انا ما عنديش حاجه مضايقاني عشان يبقى حاله نفسيه هجاوبك هجاوبك طيب خليني اسالك سؤال بسيط خالص انت عندك كم ولد؟ ما عنديش اولاد لسه عايزاك تدعي لي بالدعويه الصالحه طيب انت بقى كم سنه متجوزه؟ بقى لي سنوات طيب عندك عندي كام سنه؟ عندي 30 طيب انا عايز اقول لك بس حاجه ان ان انت وكان حضرتك اللي عند حضرتك دوت ان انت حاسه وكانك انت خايفه ان انت بعد الشر يعني تموتي قبل ما تخلفي لا 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 ده انا من قبل الجواز ده انا تعبانه بقالي كتير جدا طبعا عايز اقول لك حاجه طيب اتفضل ف ومساله الخوف من الخوف ديت من مساله من مساله الموت دي أه. بتكون سببها عده امور اهم حاجه من الامور ان هو الانسان بيكون حاسس بوحده وحده عميقه فلما أه. بيحس بوحده عميقه بيحس ان هو هيموت وهيموت لوحده ولا حد هيبقى جنبه ولا اي حاجه لا انا معايا مامتي وبابايا وزوجي كويس جدا وقاعده معاهم على طول فيش اي حاجه لكن انا بالنسبه لي حاجه ده بص, بص يا دينا عشان بصي عشان <applause> انت تعبتيني بص اقولك حاجه والله اقولك حاجه عشان نخلص بس ما هو اللي تعبك حاجه واحده عارفه ايه هي إن أنتِ حاسة إن أنتِ كل حاجة تمام وأنتِ مش عارفة فحاسة إن أنتِ في حيرة، لا الإحساس اللي أنتِ بتعمليه لنفسك ده إن أنتِ مش عارفة الشعور ده جه منين، لا الشعور ده ليه سبب واللي قالوه ليكي الدكاترة ده صحيح وده موجود في العلم وحاجة اسمها سايكوس مادريك إذ أوردر يعني أثر نفسي جسماني، يعني الحالة النفسية بتأثر في الحالة الجسمانية، فتحس بوجع في القلب وأنتِ ما عندكيش أي مشكلة عضوية، فتعملي إيه؟ توكلي على الله اقول لك حاجه أنتي عيشي وحاولي تعملي ثلاث حاجات اول حاجه حاولي تعملي حاجات مبهجه طول اليوم في يومك يعني شوف الحاجات اللي بتساعدك وبتفرحك لو بتحب لو, بيفرحك اللعب مع الاطفال العبي مع الاطفال لو بيفرحك ان انت تمارسي هوايه زي مثلا تعلم الموسيقى زي تعلم الرسم اي حاجه اعملي الكلام ده تاني حاجه غيري برنامجك اليومي ما تبقاش نفس ب... نفس الحاجات اللي بتعمليها كل يوم غيري برنامج اليوم الحاجه الثالثه لازم يبقى عندك دعاء وذكر لما يجيلك الحاله دي تدعي ربنا بيها عشان قلبك يطمئن الا بذكر الله تطمئن القلوب الثلاث حاجات دول لازم يكونوا مجتمعين كده لو عملتيهم ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ي... يعينك انت بقى عملتي حاجه انا مش موافق عليها ان انت لما الدكاتره كتبوا لك دواء قلت الدواء ده تعبني وسبتيه لا حاولي تنتظمي على الدواء ان شاء الله ربنا يكتب لك الخير والسعاده ان شاء الله أحمد أسيوتي تفضل. استاذ احمد من اسيوط يتفضل اهلا وسهلا عليكم اهلا وسهلا يا استاذ احمد عليك السلام اتفضل يا فندم انا كنت عايز اسال كنت مقصر في الصيام السنين اللي فاتت و... ولا زلت مش عارف يعني انتظم يعني انت كنت و... مقصر في في ايام فطرتها اه ولو السنه ده برضه في ايام فطرتها برضو يعني واصلي و... واروح اقطع يوم واصوم يوم واروح ما حاجه كده زي ما تقول مش عارف انتظم طب انت كنت بتفطر ليه؟ مش عارف يعني عادي كده كنت هو مثلا اعمل كوبايه شاي ولا سيجاره ما اعرفش كده يعني طب ما انت لازم تقضي هذه الايام اللي فاتتك تمام وتتوب الى الله سبحانه وتعالى وتكمل الصيام في شهر رمضان وما تخافش يعني ربنا يقبلك يعني انا ممكن مثلا كنت اصلي الفجر وما اعرفش واجي مثلا شويه واقوم اروح مثلا اي حاجه كده خليني اعمل كوبايه شاي ولا سيجاره وكده خليني بس اقول قول ورايا تبتوا الى الله توبت الى الله وعزمت وعزمت على الا اعود على, على الا اعود لهذه المعصيه ابدا لهذه المعصيه ابدا والله على ما اقول شهيد والله على ما اقول شهيد انتظم بقى في الصيام وعوض الايام اللي فاتتك وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيغفر لك وما أبو وما أبو... تقعدش استنى تف... بس ما تفكر لان انت داخل على وسواس تمام مش انت داخل على وسواس اذا ما كنتش أه. انت اصلا توسوست حصل؟ اه خلاص سيبك بقى دلوقتي ابتدي صوم وحافظ على الصيام واقضي الايام التي فاتتك وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ان شاء الله. طيب. معايا استاذ سعد من الجيزه. استاذ سعد. ايوه يا فندم. اتفضل. ايوه يا فندم كل سنه وانت طيب يا شيخ. وحضرتك طيب يا استاذ سعد. كل عام وانت بخير وامه محمد جميعا بخير يا رب. يا رب ان شاء الله. بقول لحضرتك يا شيخ. اه قول لي انا 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 ظروفي انا ظروفي ما يعني ربنا ان شاء الله ربنا, يوسع عليك ربنا يوسع يا عليك يا رب فين رب بقى السؤال؟ السؤال بتاعنا ان بعد ما صلى على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ان انا حلفت حلفان وعاوز وعاوز ارد حلفت حلفان قلت ايه؟ انت اول مره تحلف؟ لا ثاني مره يعني حلفت على مراتي وقلت لها مثلا ايه انا مثلا ما تروحيش على لها تروحي ما تروحي الا ما اقول لك انا وهي روحت طب وقبل كده انت ما في اي في اي حاجات عند مأزون ومكتوبة مكتوبه ولا حاجه؟ لا رحنا قبل كده رحت دار الافتاء طيب وبعدين رحت دار الافتاء رحت دار الافتاء رحت دار الافتاء مره قبل كده صح؟ ايوه ايوه كنت قلت فيها ايه؟ كنت حلفت برضه بالطلاق برضه يا فندم والشيخ اللي هناك ردنا الحمد لله وكده. لا ما بس لا انا ما. بقول كده ردك, ردك 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 ولا قال رأي لك الطلاق ما وقعش ولا ايه؟ انت كنت قلت ايه ساعتها؟ انا كنت حلفت بالطلاق يا فندم انها ما ما تروحش وروحت برضه نفس الكلام. انت متاكد ان انت بس قلت الكلام ده مرتين ولا ده عمال على بطال بطال على عمال؟ لا 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 اللي لا. هم الكلمتين دول بس اللي عملتهم. يعني لعملته. مرتين؟ انت متجوز بقالك كام سنه؟ 23 سنه. متاكد ان انت قلت مرتين بس ايوه يا شيخ تدور كده في الاركان في اي حته قلت كده ولا حاجه تانية ولا كده <applause> لا 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 يا أيوة شيخ هي مره واحده أيوة هي مرتين طيب في اول فقلت لها عليا الطلاق ما تروحي تعملي كذا والثانيه <applause> قلت لها عليا الطلاق ما تروحي تعملي كذا ده صح ايوه يا شيخ ايوه مظبوط ونفذت ولا ما نفذتش في الاثنين يا رب ما تكون يا رب ما تكون نفذت عشان ترجع عن اللي انت بتعمله ده لان الكلام لا. ده كلام فارغ ما تعلفش ما بالطلاق تاني يا حاج يا حاج سعد حاضر يا شيخ خالص مالكش دعوه بالطلاق ده الطلاق دوت ولا التولع... الطلاق ده ده علاج عامل زي الكي بنستخدمه خالص ده, م... م... ده ملوش دعوه بالحلفان الطلاق ده ملوش دعوه بالحلفان يعني من اسوأ الظواهر اللي حصلت في حياتنا ان الناس تعاملت مع الطلاق على انه حلفان ده مش حلفان عارف عارف. كلام مظبوط يا شيخ طيب يبقى <applause> انت انت لو هي ما نفذتش في الاثنين يطعم <applause> 10 مساكين تطعم عشرة ايه مساكين عن كل واحد يبقى كده هتطعم عشرين مسكين عن كل واحد من الاتنين دول خلاص لو لوين إيه لو إيه ما نفذتش اللي انت حلفت عليه وحسك عينك يا حاج سعد ليك دعوه بالطلاق تاني مين معانا السيده ام عمرو تتفضل ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي حضرتك من انا كان عندي سؤال هو خاص ببنت اختي مم. هي فتق... لما تقدم لها خطيب وقال لهم إن الشبكة هتكون قيمتها خمسين ألف مم. وفعلاً جابوا شبكة خمسين ألف وظلت مخطوبة لمدة سنة مم. وبعد السنة ما حصلش وفاق فرجعت له الشبكة اللي هي بقى قيمتها مية وعشرين ألف مم. فهل هو له الحق إن هي ترجع له قيمة الشبكة اللي هي مية وعشرين ألف اللي هو الذهب يعني حضرتك يا حضرتك ولا يا ولا في الحاله يا يا عم 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 ام عمرو ام عمرو ام عمرو ام عمرو عمر 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 واحده أم واحده بس انت دلوقتي هي قدم لها قدم لها مثلا 20 جرام ولا كذا جرام ذهب عنده صح كده فالجرامات الذهب زادت فهي رجعت له الصيغه بتاعتها الكلام دوت ما ينفعش تساليه السؤال ده هو الراجل قدم شبكه ذهب فرجع له الذهب بتاعه هو ما كانش يقدم فلوس هو قدم جرامات ذهب قال هشتري ذهب ب ألف الذهب غلي فرجع له الذهب تاني اللي هو الشبكه فهو كان بيشتري جرامات ذهب ما كانش بيدفع شبكه ما كانش بيدفع خمسين ألف كان بيدفع ذهب الشبكه كان بيدفعها ذهب فلما ما يحصلش اي نوع من انواع الجواز اه الشبكه ترجع له ويرجع له الذهب بتاعه مش يرجع له خمسين ألف اللي كان دفعها أنت بقى حاسة أن بنت أختك اتضررت ارفعي أمرك للقاضي قولوا يا سعادة القاضي الراجل ده والله ضررنا خلانا اشترينا كذا ولا عملنا كذا بسبب وع... بسبب ان هو وعدنا ان هيتمم الجواز وبعدين فسخ الجواز فسخ الخطوبه دي من غير اي سبب. القاضي بقى هو اللي يقدر بقى الضرر اللي وقع عليكم ايه اما واني فيش ارتفاع للقاضي الشبكه ترجع له تاني والله كان هو لما اشتراها كانت بخمس قروش بقت بمليون جنيه الذهب بتاعه اذا الجواز ما تمش تم الجواز الذهب بتاعه ما هو لو كان خمسين الف جنيه وهي كانت اتجوزت ودلوقتي اتجوزت وبقى ب ب ب 300000 جنيه كان هيبقى حقها ولا مش حقها كان هيبقى حقها يبقى الكلام دوت ما ينفعش وهيرجع له الذهب كله مش هيرجع له الفلوس اللي هو كان متفق معاكم عليها. استاذه ساميه من دمياط تتفضل. هلو. الو الو اتفضلي يا استاذه ساميه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت طيب يا شيخ. وانت حضريك طيب وبسلام. أه حضرتك طيبه أه وبصحه وسلامة اتفضلي. انا جوزي حلف علي في وفين جوز حضرتك؟ هو نايم، ممكن اجيبه لك. يعني قبل ما تروح تصحيه ويمكن يتاخر في الصحيان طب انا بقول لك احنا اسمعي طيب يا على... حاجه ساميه قبل ما تروح تصحيه تكون الحلقه خلصت خليك انا بقول لك اللي عندي بقى عشان أنا احنا رحنا الدرسه ما انا عايز اقول لك حاجه بس انت مش هينفع انت تقولي لي على على الفتوى تقولي لي على الطلاق عارفه ليه لان ما ينفعش ان واحد يقول لواحد والله ابن عمي بطنه وجعاه وهو مشغول ممكن تكشف عليا هيقول له ايه هيقول له عاد ابن عمك صح كده؟ طيب انا مين, حاجة اللي مين اقول لك على هو مين اللي طلق؟ مين اللي طلق يا حاجه ساميه؟ انا عشان ارتاح بس يا شيخ الله يصلح حاجة. يا حاجه ساميه ما احنا دي طريقه طريقه تزود الوسواس مش تقلله انا يا حاجه ساميه بسالك سؤال هو أي. مين مين اللي طلق؟ انت هو. ولا جوزك؟ ما احنا رحنا للشيخ زي حضرتك كده طيب هو مين اللي طلق هو ولا انت؟ هو ما هو استمع له برضه فقال لي ما تتكلميش اما هو يتكلم فانت وف... فانت جايه لي انا عشان تتكلمي عندي طب قولي اللي انت هتسمعيه بس برضو مش هفتيكي في الطلاق قولي عشان تفضفضي اتفضلي فضفضي انا جوزي حلف عليا بالطلاق طيب ومره قال لي انت عليا الطلاق لما جبت حقك من قرايبك لا هطلقك طيب فروحت قعدت مده عند قرايبي وجبت حق يعني لو ما طلعت العمره وجت من عمره بعدها ادتني حق طيب حاجه ساميه نعم حكيت يا هو أنا مش هقدر أفتكي في المسألة لازم عشان نفتي في مسائل الطلاق يكون الزوج موجود ما فيش مانع تبقوا أنتوا الاثنين مع بعض بس هو لازم عشان أسمعه وأحقق معاه لأن الطلاق ده حاجة كبيرة عند ربنا هو من عقوب ربنا يا شيخ لا, ما لا ما تخافيش ما تخافيش بس ما تخافيش ما, فيش عقاب ولا حاجة إن شاء الله كل حاجة تبقى في خير وسلام وإن شاء الله وفي بس خلي جوزك هو اللي يتصل بينا اصل اصل قرايبي مني بقى لهم من وقت مده يا جماعه ان شاء الله ربنا يصلح ذات البين ورمضان ما يعديش الا وانتم متصالحين وزي السمنه على العسل ان شاء الله خلاص يا حاجه ساميه يا جماعه خلوا بالكم من علاقاتكم العلاقات بقت دلوقتي مصدر وجع عند ناس كتيره وعشان العلاقه ما تبقاش مسمومه وعشان العلاقه ما تبقاش عبء وعشان العلاقه ما تبقاش تقيله وعشان العلاقه ما توجعش لازم نتشارك مع بعض ما فيش حد بيشيل علاقة على كتفه لوحده لو شلع على وحده بيحس إنه ملوش قيمة بيحس إنه بيمتهن وعشان كده لازم نتشارك في العلاقة لازم كل واحد فينا يسهم في العلاقة العلاقة دي فيها استثمار لازم كل واحد فينا يحط مدخرات قلبه وأفعال وتصرفات عشان العلاقة تفضل مليانة وتنمو وترتقي لو عملناش كده العلاقات مش ما ننتظرش ان العلاقات تستمر. ما يرمي عبء العلاقه على حد ويتصور أنه هو يكفيه شرف أنه هو موجود معاه في العلاقه. ابدا. ده نوع من انواع والعياذ بالله الظلم. هناك ظلم في العلاقات زي ما هناك ظلم في الاموال. شاركوا بعض عشان ما حدش يظلم التاني. واقل حاجه اتواصلوا مع بعض. ويا سلام لو انكم بتعملوا اعمال مشتركه مع بعض. ويا سلام لو انكم بتتصدقوا على الناس عشان يحسوا ان احنا بنشاركهم في ناس كتيره محتاجين يحسوا ان احنا عايشين معاهم لما احنا نكون حاسين باحتياجاتهم وشهر رمضان ده شهر المشاركه شاركوا الناس وان شاء الله سبحانه وتعالى يجعل ايامنا كلها سعاده وخدموا الناس الناس كل الناس دلوقتي محتاجين يبقى في كتف بكتف ويبقى كمان في محبه ووئام وسلام خليكم جنب بعض عشان لما تكونوا جنب بعض الخير هينزل عليكم كتير والبركه هتعم والمحبه هتفيض يا رب اجعلنا دايما ايدينا في ايدين بعض عشان نرى مددك ونرى خيرك وهو ينزل علينا وانت تنظر الينا وتجعلنا من المتحابين في جلالك يا رب العالمين اكرمنا بالوئام واجعلنا من اهل المشاركه التي تزيد رضاك عنا يا جميل يا ودود يا رب العالمين